عندي الهالي سكر مفتشة تربوية سابقة، حاصل على درجة الدبلوم معلمات وقصص تاريخ كلية الأداب بجامعة بنغازي، وكذلك درست ماجستير بتقدير ممتاز. دخلت حركة المرشدات في أوائل 1959، وكان العدد اللي موجود من المرشدات من أو حركة المرشدات منتشرة في طرابلس في بنغازي، كان عدد يعني ما هوش بالكثرة، وإنما كان العدد قليل، لأن المرأة في ذلك الوقت كانت لها عاداتها وتقاليدها، ممنوع عليها أنها تطلع في المجتمع أن تقدم حاجة أو تتعرف على حد، بينما نحن تحدينا هذا الموقف اللي هم متخذين الأهالي لبناتهم، والحمد لله كانت أول بعثة مرشدات طلعت من ليبيا، شاركت فيها كل من مرشدات ليبيا ومرشدات طرابلس وبنغازي لاتين سنة 1960. أنا ننصح كل مرأة وكل شابة إنها تكمل علمها، لأنه هو العلم بيت لا أساس له، لأن العلم بيت لا أساس له، والجهل يهدم بيت العز والكرم.